بالنسبه لجون لوك جون لوك عنده واحد التصور تجريبي جون لوك هو هو عالم تجريبي فالعلم التجريبي هو كيعتمد على الحواس كيعتمد على انك دير تجربه كدير تجربه بعد الملاحظه والملاحظه كتكون بالحواس تاعك فجون لوك هنايا التصور تاعو تجريبي قال لنا بلي هوية الشخص السؤال دائما هو كيف تتحدد هوية الشخص قال لنا بلي هوية الشخص تتحدد في الشعور ماشي في الإحساس غنشرح لكم الفرق قالك في الشعور الذي يميز الشخص المفكر والعاقل وتتحدد هوية الشخص كذلك في الذاكرة التي هي امتداد للشعور في الزمان والمكان هذا هادشي جرنا كاين باختصار بأن الشخص الهوية تاعو كتحدد في الشعور يعني واش كيشعر ولا لا علاش قلنا الشعور ما قلناش الاحساس لان الاحساس هي اه كتكون غالبا واحد العمليه فيزيولوجيه بزاف كيفاش فيزيولوجيا يعني اح يعني حسيت بواحد الحاجه اه درت يدي مثلا في المسخون سخون وتحرقت هذا كنسميوه احساس اه كنقولوا مستقبلات حسيه قرينا عليها جسبا في التاسعه مستقبلات حسيه ما كنقولوش مستقبلات شعوريه لان الاحساس هي ديك العمليه ديال انتقال السياله العصبيه الى المستقبلات الحسيه يعني حاجه فيزيولوجيا تقرصي كان أح... كنقولوا احس بالالم ماشي اشعر بالالم الشعور كمان يا بل حاجه مرتبطه بالداخل تاعنا داخل بالوجدان تاع الانسان كنقولوا اشعر بالحزن اذا كيقول لك جون لوك بلي الهويه تاع الشخص راه كيتحدد في هذا الشعور هذا كيفاش كيفاش ان الشعور يميز الشخص المفكر العاقل يعني الشعور السليم بدمو الشعور السليم فمثلا ملي كيكون واحد هبيل ماشي عاقل ماشي مفكر هبيل ما بقاش واعي ما عنده الوعي وطرح عليك السؤال قلت لك حسب جون لوك واش هذا الانسان هذا باقي شخص ولا لا وش هو شخص ولا لا وحطيتو ليك فواحد الجنازه مثلا ولقيتيه كيضحك كي وكيلعب وكاع مسوق يعني لا يشعر بالحزن ما بقاش عنده داك الشعور السليم غادي تقول لي هذا الانسان ليس شخصا لماذا؟ لأن ما عندوش ذاك الشعور السليم والشعور السليم هو الذي يميز الشخص المفكر العاقل الشعور السليم هو الذي يميز الشخص المفكر العاقل وتتحدد هوية الشخص كذلك في الذاكرة التي هي امتداد من الزمان والمكان واخا هذه تخطيط بلي تكون معقده ولكن راه اونفيت ساهله سامبل لان اش اصلا اشنو هي الذاكره لا ميموار اشنو هي الذاكره كنقولوا مثلا تذكرت حدثا تفكرت فاش كنت صغير فاش ضربني الاستاذ ها أه؟ في السادس فاش ضربني الاستاذ مثلا يعني اني ما حفظتش القران انت راه في الواقع ما تفكرتيش ذاك الحدث اش تفكرتي انت تفكرتي انت الزمان وتفكرتي المكان وتفكرتي الشعور هذه هي الذاكره الذاكره هي الشعور زائد زمان زائد المكان تفكرتي انت القسم وعاد تفكرتي الزمان اللي هو السادس وعاد تفكرتي الشعور اشنو هو الشعور هو الشعور تاع الضرب وفاش ضربك الشعور ب أه جو سي بالظلم مثلا شعور بالحزن مثلا شعور بالغضب ذاك الشعور زائد الزمان اللي تفكرتي زائد المكان اللي تفكرتي هي الذاكره اذا الذاكره هي امتداد للشعور في الزمان والمكان غادي نشرحها بطريقه اخرى في 2010 الوالده تاعك توفات شعرت بالحزن دازوا السنوات حتى 2017 وانت تفكر ذاك الحدث وجاك الشعور تاع الحزن ثاني يعني شوف كيفاش انتقل الشعور تاع الحزن من داركم في 2010 للبلاصه اخرى في 2017 كيفاش امتد ذاك الشعور عبر الزمان 2017 2010 وعبر المكان من داركم في ديك البلاصه فين شعرتي بها بالضبط اذا الذاكره وانت هذه كتسمع ذاكره اذا الذاكره هي امتداد للشعور في الزمان والمكان اش قالينا تجلوك قالينا بلي الشخص كتحدد فشنو في الشعور لان الشعور هو الذي يميز الشخص المفكر العاقل وتتحدد كذلك في الذاكره التي هي امتداد للشعور في الزمان والمكان